طارق بن شهاب اختلف فيه، أهو صحابي أم أنه غير صحابي؟ وقال بعض العلماء إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهذا قول ابن حجر رحمه الله. وإذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فهو مرسل صحابي، بمعنى أنه أعني طارق رضي الله عنه أخذه عن صحابي، وهذا الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم كما سبق مقبولة،